في فيديو متداول لممارسات خاطئة يقوم بها بعض الأشخاص إذا توقفت سيارة أمام منزله خلينا نتابع هذا المقطع ومن بعد نرجع نكمل. والله الواحد ما يدري ايش يقول، ما كنت اتخيل ان باقي في عيناتي زي كذا. كان احط هذه اللوحة خلاص معليش توقف، حتى لو انها اول مرة وانت مسافر ما تدري شلون شقك فار. انا يلا الله يعوض، انا صح الكفرة جديدة وسيارة جديدة، لكن الحمد لله اقدر عليه مي بشيء عندي كفر، لكن مساكين زي كذا عامل يعني حق الكفرة تسوى عنده شيء كثير، راح بشق كفر. والمسكين الثاني كفرتين مي بكفرة، فك واحدة والثانية اتوقع بيكسر حقها شيء. ليش طيب؟ الله يكسر يدك شيخ. والله نحسب انهم ماتوا اللي يسوون كذا، لكن اكتشفت اليوم انهم باقي عايشين بيننا، لكن الله يعوض ياخذ حقنا منه ان شاء الله. طبعا هذه التصرفات وغيرها الكثير مما يقوم فيها البعض بحجة الخصوصية، خلينا نشوف الجانب القانوني من هذه التصرفات، وأكيد راح نعلق أكثر من الناحية القانونية على هذا المقطع. ينضم لنا عبر الهاتف المحامي المستشار القانوني الأستاذ عبد العزيز بن باتل. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز. يعني في هذا المقطع المتداول واللي لقى يعني تفاعل كبير على المنصات الاجتماعية، لو تقول لنا إيش هي أبرز المخالفات واللي ممكن يتم المحاسبة عليها قانونيا؟ يا اهلا وسهلا فيك حياك الله. انا شفت حقيقه المقطع المتداول، هو كان فيه اتلاف عمد يعني للممتلكات او للسيارات بحجه انها هذه المواقف هي تخص صاحب المنزل او شيء من هذا القبيل. نعم. هذه واحده من الاشكاليات اللي تصير من اصحاب المنازل باعتقاد انه الشارع هو يملك حق الانتفاع فيه اذا كان مقابل لمنزله. عدم إيقاف السيارات معهم من التوقف، اثنين ممكن وضع المظلات جهة الشارع، وضع أحيانا المطبات الصناعية أمام البيت، هذه كلها من ضمن المخالفات. المخالفات هذه غالبا تكون عليها غرامات، لكن لا يعني وجود الغرامة فقط أنه ما يوجد حق خاص للمتضرر، وأن يكون فيها تعويض كذلك له إضافة على الغرامات، إضافة إلى أنه ممكن يواجه يعني مخالفة أو يكون وقع في مخالفة أو حتى جريمة جزائية. يعني عندنا اليوم الاعتداء على ممتلكات الغير، حتى وإن هو أخطأ مثلا بأنه توقف أمام المنزل إذا كان أغلق المنزل تماما، يعني أغلق مثلا طريقة الخروج والدخول، هذه مخالفة مرورية يتم إعطاؤها، ولكن لا يعطي صاحب المنزل الحق بأنه يعتدي على هذه المركبة. اعتداءه على هذه المركبة يعني إتلاف للملكية الخاصة. إتلاف الملكية الخاصة هي عقوبة، لها عقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة، ولكن أشد من ذلك إذا وقع الإتلاف بقيمة تتجاوز 20,000 ريال تكون من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بناء على قرار وزير الداخلية رقم 2000. فكثير من الناس للأسف أنه يقع في مثل هذه المخالفات ولا يعلم أنها مخالفة، ويعتقد أنه هذا حق له يمارسه بشكل طبيعي. طيب جميل أستاذ عبد العزيز، خلينا أروح لك للشخص المتضرر هذا اللي تم إتلاف الكفرات. هل من حقي ألجأ إلى مثلا إلى الشرطة أو المرور أو الجهة المعنية بتقديم بلاغ على صاحب البيت؟ نعم، هذه ما لها علاقة الآن المرور، لأن هذه أصبحت مي مخالفة مرورية، هذه أصبحت جريمة جنائية، يعني أصبحت اعتداء على ممتلكاتي، فبالتالي يتقدم للشرطة. الشرطة غالبا في مثل هذه الأحوال تستقبل البلاغ وتأخذ الأقوال أوليا وتطلب من هذا المتضرر بأن يقدر الإصلاح. إذا قدر الإصلاح وكان أقل من 20,000 ريال يستدعون الجاني ويأخذون أقواله ويحيلونها إلى النيابة العامة. أما إذا كان فوق 20,000 ريال فيجب على الشرطة في هذا الحال أن تستوقفه مباشرة ولا تفرج عنه حتى يصدر عليه حكم من